مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار عمان. أهلا بكم، ونبدأ هذه الفترة بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. تتويج الشركات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية تزامنا مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية. منتدى قوانين وتشريعات الاتصالات يبحث في مسقط التصدي للجرائم الإلكترونية. وزارة الخدمة المدنية تؤكد اقتراب صدور قانون الخدمة المدنية الجديد مشتملا كافة الجهات الخاضعة لجدول الرواتب الموحد. أهلا بكم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه: مرسوم سلطاني رقم 7/2016 بتعيين مستشار بوزارة الخارجية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعين الدكتور موسى بن جعفر بن حسن اللواتي مستشارا بوزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 ربيع 2 لسنة 1437 هجرية، الموافق 9 فبراير لعام 2016 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. مرسوم سلطاني رقم 8/2016 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلة والمنطقة المحيطة به. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلة والمنطقة المحيطة به المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين في مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 ربيع 2 لسنة 1437 هجرية، الموافق 9 فبراير لعام 2016 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. الإعلان عن الشركات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لعام 2015-2016 بمسقط يأتي تزامنا مع يوم الصناعة العمانية لتشجيع المصانع على التطوير المستمر لقدراتها التقنية. الاحتفال أقيم بمنتجع بر الجصة تحت رعاية معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. للفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية إنما هو تكريم للصناعة العمانية بكافة قطاعاتها. جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لعام 2015-2016 ذهبت إلى شركتي شديد للحديد والصلب والعمانية الهندية للسماد في فئة المنشآت الكبيرة.
بينما فازت شركة بن سالم الصناعية في فئة المنشآت المتوسطة. نحن نعتز ونفتخر بفوزنا بكأس صاحب الجلالة للمرة الثانية على التوالي، وهذا الفوز هو دافع وحافز لنا لبذل المزيد من الجهود وللارتقاء بالصناعة العمانية. الكأس تمثل يعني كثير من الأشياء حقيقة لا توصف في فترة وجيزة، لكنها تمثل إذا اختصرناها في كلمة واحدة هي تمثل حقيقة دافع كبير جدا للشركة أنها تمضي للأمام وتبدأ في أيضا للمحافظة على هذه الكأس. أيضا لازم أنها تبذل الكثير من الجهود وتحافظ على مستوى الأداء الصناعي الموجود في الشركة. ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع يوم الصناعة العمانية لتشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتهم التقنية والالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الصناعة العمانية من خلال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. جائزة صاحب الجلالة سلطان قابوس للإجادة الصناعية شهدت تغيير جذري بدءا من مسماها بمباركة سامية، بعد أن كانت جائزة صاحب الجلالة لأفضل 5 مصانع تغير المسمى إلى جائزة صاحب الجلالة سلطان قابوس للإجادة الصناعية. شملت أيضا تغييرا جذريا في معايير التقييم نفسه في المقيمين والمحكمين وطريقة التقييم للمنشآت الصناعية، بحيث الهدف أن تقيم كل منشأة مشاركة في هذه الجائزة ليس فقط للحصول على الكأس وإنما لتقييم المصنع، وهذا فائدة أخرى للمنشأة الصناعية، أن هذا التقييم الذي يعمل لهذه الشركات سوف يعرف المنشأة عن عوامل القوة وعوامل الضعف في هذه المنشأة. وتسعى وزارة التجارة والصناعة على العمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية، وذلك لتحسين إمكانياتها على المستويين المحلي والعالمي في ظل استراتيجية التنمية الصناعية التي تتضمن خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية وتعزيز حوكمة وتنافسية القطاع الصناعي. وتزامنا مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية، أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة خلال لقائه بالصناعيين على تعزيز سياسات الابتكار واستيعاب القوى العاملة الوطنية. كما تناول اللقاء المستجدات والتحديات التي تعترض مسار الصناعة في السلطنة ومناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع. خطط الحكومة لتطوير الصناعة التي تعد إحدى القطاعات الرئيسية الخمسة التي تركز عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة لتحقيق التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين وتعزيز سياسات الابتكار والبحث العلمي واستيعاب القوى العاملة الوطنية، أبرز ما ركز عليه لقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين بمناسبة يوم الصناعة العماني. لقد جاءت الخطة التنموية الخمسية التاسعة 2016-2020 لتكمل مجمل الخطط التنموية السابقة في الوصول إلى الأهداف المنشودة للرؤية الاقتصادية للاقتصاد العماني 2020، والتي تتمثل أولوياتها وخاصة تلك المرتبطة بقطاع الصناعة في التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الواعدة وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية هذا القطاع بهدف زيادة إنتاجياتها وصادراتها وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع قدرتهم ومهاراتهم بما يسهم في استيعابهم ضمن القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات العائد الاقتصادي وغيرها، في حين ركزت على الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير والابتكار. كما تناول اللقاء المستجدات التي تهم الصناعة في السلطنة والتحديات والمعوقات التي تعترض مسارها ومناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع الصناعي ودعم المنتجات العمانية محليا وخارجيا والبحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتجات العمانية. ننظر على أن يكون هناك أولوية للمنتج العماني،
خاصة في الأسواق المحلية اللي وخاصة في المشاريع العالمية اللي تحجز عليها أو تسند المناقصات إلى الشركات العالمية، على أن يكون أولوية خاصة للمنتج العماني، وعلى المختصين أن ينظروا لهذا المنتج لأنه أصبح ذو جودة عالية ومنافس لجميع المنتجات العالمية. لا شك أن الصناعة في كل مكان تواجه تحديات. بالنسبة للتحديات اللي نواجهها نحن في القطاع الصناعي في صلة الطعمان، طبعا تتفاوت من حسب نوع الصناعة، فهناك تحديات تتعلق بالمنافسة الغير العادلة، هناك تحديات تتعلق أيضا ببطء الإجراءات الحكومية في من بعض الجهات، إصدار التراخيص، إصدار الأذونات التصدير إلى آخره. كذلك هناك تحديات تتعلق الآن بالتصدير البضائع واستيراد البضائع من المنافذ عقب تحويل الميناء إلى صحار. ونمت الصناعة العمانية بشكل جديد خلال الخطة التنموية الخمسية الثامنة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10.5% سنويا، وبلغ إجمالي الاستثمار الصناعي في السنوات الخمس الماضية أكثر من 24.8 مليار ريال عماني، متركزة على أنشطة الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب والألمنيوم. كما تناول اللقاء المستجدات والتحديات التي تعترض مسار الصناعة في السلطنة ومناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع. كشف منتدى قوانين وتشريعات الاتصالات الذي تستضيفه السلطنة أن هناك زيادة في معدلات القضايا والجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتصالات. وأكد المنتدى أن المحاكم في السلطنة تنظر في العديد من هذه القضايا لاستصدار أحكام فيها تتلائم وقوانين الاتصالات وطبيعة هذه الجرائم. رعى افتتاح المنتدى مع الدكتور أحمد بن محمد الفطيصي وزير النقل والاتصالات. فضاء رحب لا يقنن إلا بالتشريعات. هنا في مسقط ابتدأت أعمال منتدى قوانين وتشريعات الاتصالات، واتضح من خلاله أن هناك زيادة في معدلات القضايا والجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتصالات. التشريعات يجب أن تتواكب مع التطورات الموجودة. قطاع الاتصالات كما ذكرنا قطاع يتطور بشكل مذهل. استخدامات الناس وأفراد المجتمع وحتى القطاعات التجارية والحكومية للشبكات الاتصالات أصبح أمر يعني لا غنى عنه، وبالتالي عملية حماية البنية الأساسية للاتصالات أصبحت ضرورة ملحة جدا لحماية حقوق الناس. وعلى صعيد متصل دار الحديث حول أهمية مراجعة بعض القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات، فيما ذهبت نقاشات أخرى إلى التعويضات الملزمة لمشغلي الشبكات للمستفيدين في حالة توقفها، كما كانت الآذان صاغية إلى تجربة المملكة المغربية في مجال مكافحة تهريب المكالمات الهاتفية. هناك الكثير من الإيجابيات لقطاع الاتصالات في عمان ومنطقة الخليج العربي، كما أن هناك منافسة حقيقية في أسعار الخدمات المقدمة للمستفيدين. بين أروقة المحاكم تنظر العديد من القضايا لاستصدار أحكام فيها تتلائم مع قوانين الاتصالات المعمول بها في السلطنة. المحاكم تنظر الكثير من القضايا ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات، سواء المتعلقة بالأفراد كجرائم السب والقذف والتعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو تلك المتعلقة بالمؤسسات والهيئات الحكومية من خلال جرائم الاختراق أو جرائم التعدي على بطاقات المصرفية. الكثير من المواطنين يرون أن مشغلي شبكات الاتصالات بحاجة إلى تطوير أكبر في خدماتها المقدمة، في الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المختصين إلى أن السقف التنظيمي لقوانين وتشريعات الاتصالات دون الطموح. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
قانون الخدمة المدنية الجديد المؤمل صدوره قريبا سيشمل كافة الجهات المدنية الخاضعة للجدول الموحد للرواتب، مع من ضمن أهداف القانون المنتظر الضبط الإداري لجميع الجهات المدنية بالدولة في تطبيق الممارسة الصحيحة لقانون الخدمة المدنية. وتعمل الوزارة على تحويل قانون الخدمة المدنية الحالي إلى إجراءات واضحة للموظفين، ثم العمل على تبسيط الإجراءات واختزال بعض الخطوات غير الضرورية واختصارها في خطوات بسيطة وقليلة وتطبق باستخدام التقنية الحديثة. يذكر أن الهدف من إعادة دراسة قانون الخدمة المدنية هو تنظيم الواجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني بالدولة وضبط كل ما يتصل بتعييناتهم وترقياتهم وإجراءات أداء وظائفهم والتزامهم تجاه وظائفهم. توعية طلاب وطالبات الصف العاشر من التعليم العام من أجل اختيار المواد الدراسية الموائمة لسوق العمل التي تتناسب مع ميولهم أبرز أهداف حملة بخيارات أبن عمان. هذه الحملة تتضمن فيديوهات توعوية تبث طيلة مدة اختيار الطلاب للمواد الراغبين في دراستها. راعى حفل التدشين مع الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. بخيارات أبن عمان، حملة توعوية إرشادية لطلاب وطالبات الصف العاشر من التعليم العام تدشنها وزارة التربية والتعليم لتكون إحدى النوافذ المهمة للطالب في كيفية الاختيار الأمثل للمواد الدراسية التي يرغب في دراستها. حملة بخيارات أبن عمان، حيث أن هذه الحملة تهدف إلى غرس مزيد من الوعي تجاه أبنائنا الطلاب بخصوص المواد الاختيارية، بحيث أن يختار الطالب المواد التي تناسبه للتخصص الجامعي الذي يطمح إليه. تتركز الحملة على ثلاثة محاور، وهي دور ولي الأمر في المشاركة مع الطالب باختيار المواد الدراسية، وتأثير الأقران في الاختيار، والتخطيط المهني الذي يتناسب مع اختيار الطالب للمواد التي تعينه على دراسة التخصص في مرحلة التعليم العالي. هذه الحملة الإعلامية التوعوية جاءت للتركيز على ثلاث محاور رئيسية، وهي مدى تأثير ولي الأمر على خيارة ابنه أو ابنته الدراسية، وكذلك تأثير الأقران وآلية الاستفادة الطلبة في اختيار موادهم الدراسية من زملائهم، وكذلك التخطيط المهني السليم حتى يتمكن هؤلاء الطلبة من اختيار التخصص المناسب في مرحلة التعليم العالي، وكذلك أيضا الاختيار الأنسب لمهنة المستقبل. الحملة تستهدف أكثر من 44,000 طالب وطالبة وأكثر من 88,000 من أولياء الأمور في مختلف محافظات السلطنة، وتتضمن مجموعة من الأفلام التعليمية التوعوية والكاركتير الإرشادي والإعلانات الإذاعية التي أنتجت بطريقة جذابة توائم المرحلة العمرية للطلبة. استفادتي من هذه الحملة الإعلامية لأول مرة في مبنى وزارة التربية والتعليم هي نستفيد منها، وأيضا دعمتني وتدعم الطلاب في اختيار المواد الدراسية وأيضا تحديد المهنة واكتشاف الميول. بتساعدنا هذه الحملة كثير يعني في اختيار المواد لي ولإخوان الطلبة والطالبات في المدارس الثانية وخصوصا في الصف العاشر الأساسي. ويبدأ برنامج الحملة التوعوية لاختيار المواد الدراسية لطلبة العاشر منذ بداية العام الدراسي، وينتهي في 15 من مارس من كل عام، وتبث برامجها التوعوية والإرشادية طيلة هذه الفترة عبر الإذاعة والتلفاز. ويسعى القائمون من خلال هذه الحملة في وزارة التربية والتعليم إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة والطالبات لتوعيتهم في اختيار المواد المناسبة التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم. أحمد بن راشد الهنائي، مسقط. إذن لازلنا نوالي تقديم هذه الفترة الإخبارية من مركز الأخبار، وتتابعون فيها بعد حين. أمسية موسيقية مشتركة مزجت ألحانها بين الأصالة العمانية والعراقة الإيطالية.
أهلا بكم من جديد. تعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، حيث تتميز بترجمة الروايات الفائزة التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية ومن ثم نشرها. وتهدف هذه الجائزة إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميا. الجائزة العالمية للرواية العربية من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتهدف إلى مكافأة الإجادة في الأدب العربي المعاصر ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة. محافظة مسقط استضافت إعلان المتأهلين لهذه القائمة. النتائج هي كالآتي: رواية حارس الموتى للروائي جورج يرى، رواية سماء قريبة من بيتنا للروائية شهلة العجيلي، رواية عطارد للروائي محمد ربيع، رواية مصائر كونشيرتو الهولوكوست والنكبة للروائي ربع المدهول، رواية مديح لنساء العائلة للروائي محمود شقير، رواية نوميديا للروائي طارق بكاري. الإعلان عن هذه الجائزة لاقى اهتماما كبيرا من الكتاب والروائيين والإعلاميين، وقد نقلت القناة الثقافية هذا الحدث لأهميته وأبعاده واستثماره في تعزيز الجانب الثقافي والترويج لما تدخره السلطنة من تاريخ حضاري. استضافة الجائزة العالمية للرواية العربية المسمى بالبوكر وإعلان القائمة القصيرة من مسقط، يعني واحد من الفعاليات التي سعى مجلس إدارة النادي الثقافي لاستقطابها، لأنه واحد من الأدوار الرئيسية أيضا للنادي التعريف بالمنجز الحضاري والثقافي في السلطنة. الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية برعاية من مؤسسة جائزة بوكر في لندن. إذن نبارك للذين تأهلوا من القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، وسيعلن عن الفائز بهذه الجائزة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر إبريل القادم. إبراهيم بن سالم الهادي من النادي الثقافي بمحافظة مسقط. أقيم بدار الأوبرا السلطانية مسقط حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من الموظفين وأفراد المجتمع. الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم للاستفادة من هذا الدم للمرضى والمصابين المحتاجين لها في المستشفيات. فازت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجائزة التطبيقات الذكية كأفضل تطبيق عربي لقطاع السلطات والهيئات الاقتصادية والمالية والتجارية بالسلطنة عن تطبيق الهواتف الذكية دليل، وذلك ضمن جائزة درع الحكومة الذكية العربية في دورتها السابعة، والتي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت. ويعد التطبيق الذي فازت به الهيئة أحد البرامج التي توفرها الهيئة لتخدم كافة المستهلكين والتجار بالسلطنة، حيث يعتبر التطبيق جسر تواصل بينها وبين المستهلكين ليتمكن خلاله من تبادل المعلومات والبيانات وتلبية احتياجاتهم وإمدادهم بقائمة أسعار السلع الاستهلاكية بمختلف محافظات السلطنة. كما يساعد التطبيق المستهلك في تقديم شكواه أو آرائه ومن ثم إرسالها إلى نظام الهيئة الإلكترونية.
فوز الهيئة العامة لحماية المستهلك بهذه الجائزة على المستوى الوطن العربي، خصوصا في قطاع الهيئات الاقتصادية والمالية والتجارية من أكاديمية جوائز التميز العربية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت الشقيقة، هي شهادة على أن المؤسسات الحكومية في السلطنة قادرة على تبوء وتربع منصات التتويج دائما. نتمنى أن يكون هذا الفوز إضافة حقيقية لجهود كوادر الهيئة، ونتمنى أن يكون حافز لأداء المزيد من الأعمال. نتمنى كذلك من المستهلكين الاستفادة من هذا التطبيق، وهو تطبيق دليل الفائز بهذه الجائزة على مستوى الوطن العربي. سبل تعزيز مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع بالسلطنة وجمهورية الهند كانت أبرز محاور الاجتماع الثامن للجنة التعاون العسكري المشتركة بين وزارتي الدفاع بالسلطنة وجمهورية الهند صديقة، وذلك بمكتب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع بين الجانبين. وقد ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، ومن الجانب الهندي سعادة جي موهان كومار وكيل وزارة الدفاع بجمهورية الهند الصديقة. تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك واستعراض القضايا ذات الصلة بين البلدين كانت محور لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسعادة جي موهان كومار وكيل وزارة الدفاع بجمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق خلال استقباله له بمكتبه بمعسكر المرتفعة. أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية فعالية اليوم الرياضي المفتوح للبحرية السلطانية العمانية لعام 2016. وقد تضمنت فعاليات اليوم الرياضي المفتوح فقرات تمثل الأهداف التي أقيم من أجلها هذا الحدث الرياضي، إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة تمثلت في سداسي كرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل. في الختام قام راعي المناسبة بتسليم شهادات القائد للمتميزين في مختلف الأنشطة والفعاليات بالبحرية السلطانية العمانية. وأقيم الحفل تحت رعاية اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية. الوكيل بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية كان محور لقاء سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة بمعالي أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية، كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر واستعراض سبل التعاون المشترك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وجمهورية كينيا. أقيمت على مسرح بيت الزبير أمسية موسيقية عمانية إيطالية مشتركة تنظمها السفارة الإيطالية بالسلطنة بالتعاون مع الجمعية العمانية لهواة العود وبيت الزبير. وتنوعت فقرات الأمسية ما بين العزف التراثي والعالمي والكلاسيكي والأعمال المعاصرة. التقرير التالي يأخذنا في أجواء أنغام الموسيقى العمانية والإيطالية. تداعب عودا وقانونا وكمان لتهدي عزفا أسكن أرواح الحضور من متذوقي الموسيقى الشرقية بتنويعات تراثية عمانية أبدعت جمعية هواة العود بتقديمها. وخيم سكون الصمت بتلك المعزوفات الشجية لتظهر جمالية اللحن والجملة الموسيقية والتي يتمتع بها كل فن على حدة. هناك في
فكرة رائعة جدا اللي هي التمازج ما بين الموسيقى الإيطالية والموسيقى العمانية من خلال مقطوعات التراث العماني التي تشارك فيها بتمازج جميل وبموسيقى مشتركة ما بين النغم الجمل اللحنية العمانية وأيضا الجمل اللحنية في الموسيقى الإيطالية. مقطوعات عالمية ترنمت ألحانها بأعذب الموسيقى ولتمتزج ثقافة بلدين ما بين شرقي وغربي، أنغام من إيطاليا وعمان أمتعت حضور الأمسية بجميل ما لديها، وما ذلك إلا حوار بين الثقافات عبرت عنه آلات وترية. كان لنا الشرف الكبير بالمشاركة في هذا الحفل، والعمانيون عازفون رائعون، ومن الجميل جدا الحضور معهم، ونحن في انتظارهم في إيطاليا. تجربة اليوم هي تجربة جديدة علينا كعازفين عود ومع جمعة هواة العود. شاركنا العازفين من معهد باليرمو من إيطاليا، وطبعا بحكم أن موسيقتنا الشرقية غير كثير عن موسيقتهم الغربية، بس حاولنا ندمج هالموسيقتين مع بعض، حاولنا ندمج تراثهم الإيطالي مع تراثنا العماني. تجلت الأمسية بتوليفة من المختارات الموسيقية ترددت أصداؤها في المتحف لتعرف محبيها بالمؤنس من مقطوعاتها الجميلة، والتي نظمتها السفارة الإيطالية بالسلطنة بالتعاون مع الجمعية العمانية لهواة العود ومتحف بيت الزبير. البحث عن إيجاد نوع من التناغم بين الآلات الشرقية والغربية والتعرف على فضاءات موسيقية مختلفة هو ما هدفت إليه الأمسية في هذه الليلة، والتي تحظى باهتمام متذوقي الموسيقى. خديجة الشحية من متحف بيت الزبير. أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار، وننتقل بحضراتكم إلى جولة مع أخبار المحافظات. أقيمت بمكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمحافظة البريمي ورشة عمل حول الحملة التوعوية وعي للتعريف بأمن المعلومات للمؤسسات الحكومية نحو بيئة حكومية إلكترونية آمنة. تأتي هذه الحملة ضمن البرامج التي تنفذها الهيئة للتعريف والحفاظ على أمن المعلومات للمؤسسة والأفراد، حيث تناولت الورشة عدة محاور عن نظم المعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت والشبكات وتعزيز الوعي الثقافي بأمن المعلومات. وهدفت الحملة إلى التعريف بنظم وأمن المعلومات وتجنب المخاطر والتهديدات المحمولة ومسؤولية الموظف للحفاظ عليها وكيفية التعامل مع الحوادث الأمنية للمعلومات وزيادة الوعي حول تأمين المعلومات للمؤسسات الحكومية والأفراد والتعريف بأفضل الممارسات الأمنية في مجال أمن المعلومات. في إطار مشاركة مجلس الشورى في فعاليات مهرجان مسقط، نظم المجلس معرض الصور الوثائقي الذي يروي مسيرة الشورى في السلطنة. افتتاح فعاليات المعرض سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى. 50 صورة توثيقية تحكي تفاصيل مسيرة الشورى في السلطنة، ضمها معرض الصور الوثائقي المقام في الخيمة الحكومية بحديقة النسيم بولاية بركة. أردنا من هذا المعرض أن ننقل الواقع الملموس في المجلس إلى المواطن ونكون قريبين منه، بحكم أن المجلس هو حلقة وصل بين المواطن وبين الحكومة. الصور التي يحتويها هذا المعرض تمثل جولات جلالته السامية ولقاءاته المباشرة بالمواطنين في مختلف ربوع السلطنة، وإنشاء المجلس الاستشاري للدولة بفتراته الخمس ومجلس الشورى بفتراته الثمان. كل هذه المراحل حاولنا أن نعكسها من خلال هذا المعرض الذي يأتي مشاركة من مجلس الشورى في فعاليات مهرجان مسقط. سعدت كثيرا بالاطلاع على بعض الصور الجميلة المعبرة للقيادات البرلمانية في سلطنة عمان
ومراحل الشورى. المعرض يعتبر الأول من نوعه الذي يرصد محطات زمنية لمسيرة مجلس الشورى منذ تأسيسه وحتى الآن. ويفتتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة 4 إلى 10 مساء حتى نهاية المهرجان. عبد الله بن خلفان الرمضاني، ولاية بركة، محافظة جنوب الباطنة. تعد قرية الخبيب بولاية ينقل من القرى الجبلية التي لا تفارقها المياه طوال العام، وتحيط بها أشجار النخيل والغاف البري والبساتين، وتربط القرية ولاية ضنك بولاية ينقل. إلا أن أهالي هذه القرية يناشدون توفير بعض الخدمات الضرورية. بين هذه السلاسل الجبلية الشاهقة وبطون الأودية الممتدة والواحات الخضراء والمياه المنسابة في هذه الأفلاج تقع قرية الخبيب بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة. فيها ماي فلق، ماي ماي ما تمحل في أيام المحل، ما تمحل وفي أيام الخصب يظل مثل ما هو يعني. وفيها كلاع البرق هذا موجود حاليا، هذا شيء ما لحقنا عليه من أول. وفيها كلاع وفيها مساق قديمة، حوالي 4 مساق الموجودات لا زال فيها. لا ولا نخلة بنخلة ونبنى الجدر ونكسر الفسي وعايشين ونزرع بر. القرية تتميز بأشجار النخيل الباسقة والغاف البري والمياه المتدفقة التي تنبع من بين هذه الثغور الجبلية ضمن سلسلة جبال الحجر. خدمات تكاد تكون نادرة في القرية هنا، الخدمات الكهرباء فقط موجودة، والطريق الحمد لله الحين في طور البناء، يعني تم إنشاء الجزء الأكبر منه. تبقى المياه، الناس هنا الأهالي يعانوا من قلة المياه، شح المياه، أيضا الاتصالات ضعيفة جدا، والكل يعلم أهمية وضرورة الاتصالات في الوقت الحالي. نعاني من ضعف الاتصالات، لذلك نطالب بشدة لوجود الاتصالات وأيضا المياه. وإلى جانب الأشجار الظليلة وجماليات الطبيعة البكر، تبرز هذه البيوت القديمة والشواهد الأثرية في هذه المنطقة. محمد بن سعيد العلوي من بلدة الخبيب بولاية ينقل، محافظة الظاهرة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. تتويج الشركات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية تزامنا مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية. منتدى قوانين وتشريعات الاتصالات يبحث في مسقط التصدي للجرائم الإلكترونية. وزارة الخدمة المدنية تؤكد اقتراب صدور قانون الخدمة المدنية الجديد مشتملا كافة الجهات الخاضعة لجدول الرواتب الموحد. هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، دمتم بخير بإذن الله. إلى اللقاء.